Hello dear second prep students. We're going to study lesson three in unit three, and this is the last lesson in statistics. And in this lesson, we're going to study arithmetic mean, median, and the mode. Remember that the mean of a set of values equals the sum of these values over the number of these values. tabli so remember that we first prep we took the mean. وعرفنا ان انا بجيب المين ل SOME values او ل SET OF بالرول اللي قدامنا ديت. SOME OF THESE VALUYOUS على a NUMBER OF THESE VALUYOUS. ناخد اكزامبل كده عشان نفتكر كنا بنعمل ايه. اكزامبل if the marks of 6 students in an examination are 25, 16, 47, 28, 45 and 49. Calculate the mean of these marks. عشان اجيب الاريثمتيك مين او المين. كنا بنكتب الرول السم اوف ماركس اوفر النمبر اوف ستودنتس السم اوف ماركس يعني هعمل للنمبرز اللي عندي دي بلس زي ما احنا شايفين 25 بلس 16 بلس 47 اند سو اون اوفر تعالوا كده نعدهم 1 2 3 4 5 6 ومن غير كمان ما نعدهم هو ايه اللي في الكويستشن ان انا عندي 6 ستودنتس يعني عندي 6 ماركس يبقى اوفر 6 باي يوزنج كالكليتر وي كان فايند the final answer which is 35 marks another example complete the mean of the values 2 minus a و 4 و 1 و 5 و 3 plus a is ومديني choices زي ما احنا شايفين عشان اجيب المين بعمل ايه بعمل الصم للvalues دي over the number of these values لو جينا نعمل الصم هيبقى 2 minus a plus 4 plus 1 plus 5 plus 3 plus a over how many values do we have؟ تعالوا نعدهم، ادي 1 2 3 4 5 over 5. هل بقى اطلع الريزلت بالكليتر؟ لا طبعا نستنى عشان في عندي هنا اي ونيجاتيف اي، طب ما انا عندي نيجاتيف اي وبوزيتيف اي يتكنسلوا مع بعض، واقدر بقى دلوقتي اطلع الريزلت بالكليتر ات ويل بي 3 يبقى الرايت انسر right او الرايت تشويس right هو ليتر سي. نمبر 2. If the mean of marks of 5 pupils is 20, then the total of their marks equals how many marks? هم choices شويس زي ما احنا شايفين طبعا هنا هو مديني المين ب20 لان هو بيقول لي if the mean of marks of 5 pupils is 20 يعني هو مديني المين بكم ب20 لو كتبنا الرول انا عندى المين equals sum of marks over the number of marks وهو مدين المين بكام ب20 يعني 20 equals sum هو عايزني اجيب الـ sum او total يبقى الـ sum زي ما هو over the number of marks انا عندي 5 pupils يبقى 5 pupils ليهم 5 marks يعني over 5 عشان اجيب الـ sum هنجيب 5 هنا بال هيبقى هيبقى sum equals 5 times 20 equals 100 ويبقى كده الرايت انسر هي letter دي ده كده كل اللي احنا خدناه في فيرست بريب امال ايه الجديد بقى عندنا السنه دي بالنسبه للمين هو ده الجديد عندنا السنه دي فايندنج ذا مين اوف داتا فروم ذا فريكوينسي تيبل يعني هيكون عندي frequency تيبل with sets واحنا هنجيب المين من التيبل دوت ومعانا اكزامبل اهو زي ما احنا شايفين ذا فولوينج تيبل شوز ذا ديستريبيوشن اوف ماركس اوف 50 بيوبلز ان ماثيماتكس وآدي ده كده السيتس ودي الفريكوانسي تمام الـ required بيقول لي find the mean of these marks عشان نجيب المين هنا يا شباب بنعمل تيبل بس قبل ما نعمل التيبل عايزين نشوف ازاي بنجيب حاجه اسمها center of sets يعني انا عندي السيتس ايه 10 20 30 اند سو اون عايزين نشوف الاول بنجيب ازاي حاجه اسمها سنتر اوف سيتس علشان دي هنستخدمها في التيبل اللي هنعمله ونجيب منه الميم يلا اول ستيب في السوليوشن ادي التيبل بتاعنا واول ستيب زي ما قلنا determine ذا سنترز اوف سيتس اكوردنج تو ذا رول بنجيب السنتر من رول ايه هي الرول السنتر اوف السيت ايكوالز اللور ليميت بلس الابر ليميت اوفر 2 يعني انا هنا عندي السيت دي ب 10 واللي بعدها ب 20 عايز اجيب السنتر اللي بينهم ده كده ال 10 بيبقى اسمه لوور ليميت وال 20 بيبقى اسمها ابر ليميت وبعد كده بعمل ريبليس في الرول ديت طب يلا كده نجيب السنتر اوف الفيرست سيت السنتر اوف الفيرست سيت هيبقى ايكوالز 10 بلس 20 اوفر 2 ايكوالز 15 طب لو عايز اجيب السنتر اوف السكند سيت انا عندي السكند set من 20 than 30 يبقى لو عايز اجيب السنتر هعمل اللور ليميت اللي هي 20 بلس الاوبر ليميت اللي هي 30 اوفر 2 هيطلع لي السنتر ب 25 and so on بنجيب السنتر بنفس الطريقه لبقيه السيتس يعني لو عايز اجيب السنتر بتاع السيت اللي بعدها هنا 30 وهنا 40 يبقى 30 بلس 40 اوفر 2 and so on طيب دي كده كانت اول ستيب السكند ستيب وي فورم ذا فيرتيكال تيبل ازاي ده التيبل بتاعنا اللي مديهولي في البروبلم بنعمل بقى يا شباب تيبل في فور كولومز الفيرست كولوم بنكتب فيه السيت والسكند كولوم بنكتب فيه السنتر اوف السيت اللي هنديله سيمبل اكس والثيرد كولوم بنكتب فيه الفريكوينسي اللي هنديله سيمبل اف واخر كولوم بنعمل اكس تايم اف يعني السنتر تايم الفريكوينسي طب انا كان عندي اول ست اللي هي ب 10 فروم 10 تو ليس ذان 20 السنتر بتاعها جبناه بكام؟ جبناه ب 15 طب الفريكونسي بتاع الست ديت 8 طب اخر حاجه هعمل اكس تايم اف يعني هعمل 15 تايمز 8 ات ويل بي 120 نفس الكلام هكرره مع باقي الستس الست اللي بعدها كانت عندي اللي هي فروم 20 تو ليس ذان 30 يلا السنتر هنا كان 25 الفريكوينسي بتاع السيت دي كان 12 هنعمل اخر حاجه اكس تايم اف ات ويل بي 300 نفس الكلام مع باقي السيتس السيت اللي بعدها كانت فروم 30 تو ليس ذان 40 يبقى السنتر هنا هيبقى 35 الفريكوينسي بتاع السيت دي كان 14 وبعد كده هعمل اكس تايمز اف يعني 35 تايمز 14 ات ويل بي 490 and so on مع باقي السيتس لغاية ما نكمل باقي التيبل بتاعنا طيب بعد ما خلصت التيبل لغاية آخر سيت اهي زي ما احنا شايفين بس أنا عايز أقول حاجة في آخر سيت أنا عندي آخر سيت from 50 from 50 to less than كام أنا عندي هنا الديفرنس بين السيتس كان 10 يبقى آخر سيت هنا from 50 to less than 60 يبقى عشان أجيب السنتر بتاعها هعمل 50 plus 60 over 2 it will be 55. وعايزين نلاحظ حاجه من السنتر اوف السيتس. انا بعد ما جبت اول سنتر اللي هو ب 15 وتاني سنتر اللي هو ب 25، الديفرنس بينهم كام؟ الديفرنس بينهم 10، يبقى الديفرنس في ايت السنترز نفس الديفرنس اللي هو 10. يعني انا هنا عندي 15 25، يبقى اكيد السنتر اللي بعده 35، اكيد السنتر اللي بعده 45 اند سو اون. دلوقتي بقى بعد ما خلصت التيبل بتاعي بجيب التوتال. التوتال بتاع ايه؟ بتاع حاجتين الفريكونسي اللي هو الاف واكس تايمز اف التوتال يعني هعمل 8 بلس 12 بلس 14 بلس 9 بلس 7 it will be 50 بعد كده بجيب السنتر بتاع x تايم f يعني بعمل ادنج للنمبرز دي كلها it will be 1700 بعد كده بقى بنجيب المين برول جديده معانا السنه دي بعد كده بنجيب المين برول جديده معانا السنه دي ايه هي؟ المين ايكوالز السم اوف اكس تايمز اف اوفر السم اوف اف الرول دي بتجيب لي المين لما يكون عندي تيبل بالشكل ده طب يلا السم اوف اكس تايم اف اللي هو 1700 اهو والسم اوف اف اللي هو 50 باي يوزنج كلكليتر وي كان فايند ذا فاليو اوف ذا مين ات ويل بي 34 ماركس المين يعتبر اهم حاجه وبيجي في الامتحانات اكتر حاجة وطبعا زي ما احنا شايفين دي كده طريقته سهلة جدا another example على المين the following table shows the frequency distribution of 50 workers of days وده التابل اللي عندنا طيب ال required هنا بيقول لي find letter A the value of K لان احنا لو بصينا على التيبل في هنا K اهي هو عايزني اجيب الفاليو اوف كي دي بكام second ريكوايرد عايزني اجيب the arithmetic mean for that distribution ده التيبل اللي معانا في الاكزامبل عشان اجيب الكي هنا يا شباب انا عندي التوتال كام انا عندي التوتال ب 50 لان هو قال لي 50 workers تمام يبقى انا عشان اجيب الكي ماينس 2 هنا طالما التوتال ب 50 يبقى الفريكوينسي ده كله الصم بتاعه او التوتال بتاعه ب 50 يبقى انا عشان اجيب الكي ماينس 2 يبقى الكي ماينس 2 دي عباره عن 50 ماينس كل النمبرز دي والنمبرز دي كمان يبقى دي كده اول ستيب في السوليوشن في نمبر 1 هقول ان الكي ماينس 2 ايكوالز 50 ماينس كل النمبرز دي اللي هي 4 بلس 5 بلس 8 بلس 7 بلس 5 بلس 1 طيب بعد كده هطلع الريزلت دي بالكالكليتر هتبقى كي ماينس 2 ايكوالز 20 هنودي النيجاتيف 2 هنا بالبوزيتيف هتبقى ال k ايكوالز 22 في حاجه مهمه جدا 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 احنا جبنا الكيب كام ب 22 النمبر اللي عندي هنا هيكون 20 مش 22 ليه لان النمبر اللي عندي هنا k ماينس 2 واحنا عندنا ال k ماينس 2 ب 20 في ناس بتغلط في الحته دي وبيفتكر ان النمبر بقى اللي هيكون موجود في التيبل هنا 22 وده مش صح طيب انا كده ده كان اول ريكويرد الفاليو اوف كي السكند ريكويرد هنعمل بقى التيبل بتاعنا اللي فيه فور كولومز في اول كولوم بنكتب الست في السكند كولوم السنتر اوف الست اللي هو بنديله رمز اكس في الثيرد كولوم بنكتب الفريكونسي اللي هو الرمز بتاعه اف واخر كولوم بنكتب اكس تايم اف وزي ما عملنا في الاكزامبل اللي فات هنعمل في الاكزامبل ده بالظبط يلا انا عندي اول ست اللي هي فروم 2 تو ليس ذان 6 السنتر بتاعها اجيبه ازاي 2 بلس 6 over 2 2 بلس 6 over 2 هتطلع لي الريزلت 4 الفريكونسي بتاع السيت ديت زي ما احنا شايفين الفريكونسي بتاع السيت دي مكتوب تحتيه 4 وبعد كده اخر حاجه اعمل اكس تايم اف يعني 4 تايم 4 ات ويل بي 16 يلا السكند سيت اللي هي فروم 6 تو 10 عايز اجيب السنتر بنفس الطريقه يبقى 6 بلس 10 over 2 ات ويل بي 8 الفريكونسي بتاع السيت ديت 5 اخر حاجه اكس تايم اف ات ويل بي 40 لان 8 تايمز 5 ات ويل بي 40 وبعد كده بكمل التيبل بتاعي بنفس الطريقه مفيش اي اختلاف بعد ما خلصت التيبل بتاعي ده كده اخر التيبل بتاعنا بجيب التوتال بجيب التوتال قلنا بتاع ايه وايه بتاع الاف والاكس تايم اف اشمعنا يعني دول لان زي ما شفنا في الاكزامبل اللي فات الرول اللي بجيب بيها المين بحتاج التوتال بتاع الحاجتين دول يبقى التوتال بتاع الفريكونسي اللي هو 50 والتوتال بتاع اكس تايم اف بنعمل ادنج للنمبرز دي كلها هتطلع لي الريزلت 760 بعد كده بنجيب المين ازاي؟ التوتال بتاع اكس تايم اف اوفر التوتال اوف اف يعني 760 اوفر 50 ات ويل بي 15.2 دايز ذا next اكزامبل كومبليت If the lower limit of a set is 4 and its center is 9, then its upper limit is. طيب هو ممكن يجي لي سؤال على center of a set اه لان احنا خدنا رول بنجيب بيها center of a set تمام كده؟ طيب بس هنا ايه الميسنج عندي؟ الميسنج عندي هو ال upper limit عشان كده اول ستيب في السوليوشن هنسمي ال upper limit دوت اكس وهنقول كده let the upper limit بي اكس وبعد كده بنكتب الرول السنتر اوف set ايكوالز اللور ليميت بلس الابر ليميت اوفر 2 تعالوا بقى نعمل ريبليس هو كان قايل لي ايه كده نراجع تاني كان قايل لي اف ذا لور ليميت اوف اي سيت از 4 يبقى دي كده اللور ليميت والسنتر 9 يبقى ده السنتر عشان كده تحت السنتر هنا هكتب 9 وتحت اللور ليميت او مكان اللور ليميت هكتب 4 طب مكان كان ال limit انا سميته x فهكتب x over 2. طبعا هنا عشان اجيب الفاليو اوف x اول حاجه هودي 2 هنا بالمولتيبليكيشن فهيبقى 4 plus x equals 9 times 2. 4 plus x هيبقى equals 18 لان 9 times 2 equals 18 هنودي ال 4 السايد دوت هنا بالماينس هتبقى x equals 18 minus 4 equals 14. في عندي كمان كومبليت تاني نمبر 2 if the mean of a frequency distribution is 39.4 نخلي بالنا هو ايه اللي هنا المين of a frequency distribution يعني ده كده المين جايبه من تيبل frequency تيبل قايل ان هو المين بكام ب 39.4 and the total of its frequency is 100 يبقى ال 100 دي هي التوتال بتاع الفريكوينسي اللي هي التوتال اوف اف then the total of the product of multiplying each set frequency by its center طبعا الكلام هنا كبير وشكله يلخبط بكل بساطه كده احنا ممكن نحدد الجيفن بتاعنا قبل ما نبدا السوليوشن انا عندي هنا المين ايكوالز 39.4 طيب النمبر ده بتاع ايه قال لي هنا التوتال اوف its frequency يبقى ده كده التوتال اوف اف إيكوالز كام؟ إيكوالز 100. إيه الريكويرد بقى؟ عايز التوتال أوف ذا برودكت اوف موالتيبلاينج إيتش ست فريكوينسي باي إتس سنتر. يعني عايز التوتال أوف إكس تايم إف. ده كده الريكويرد في البروبليم. ده كده هو الريكويرد. طبعًا عشان أجيب الميسنج ده أو الريكويرد ده هستخدم الرول بتاعة المين اللي بستخدمها مع الفريكوينسي تيبل. اللي هي ايه؟ المين ايكوالز السم اوف اكس تايمز اف اوفر السم اوف اف، احنا خلاص حددنا الجيفن وحددنا الريكويرد، اقدر اعمل ريبليسنج، تحت المين هكتب النمبر بتاعه اللي هو 39.4، زي ما احنا شايفين، السم اوف اكس تايم اف او التوتال اوف اكس تايم اف، عرفنا ان ده كده الريكويرد فهكتبه زي ما هو، وبعد كده تحت السم اوف اف هكتب النمبر بتاعها اللي احنا حددناه اللي هو التوتال اوف اف اللي هو ب 100 بكل بساطة عشان اجيب الـ sum of x time f هودي ال100 هنا بالmultiply هيبقى الـ sum of x time f equals 39.4 times 100 it will be 3940 remember that طب ليه اول حاجة عندي برضو هنا remember that لان احنا برضو المود ده خدناه في first prep وعرفنا ازاي بنجيب المود ل أوف of values طب يلا كده نفتكر The mode is the most common value in a set of values In other words It is a value which is repeated more than any other value يعني أنا لو عندي set of values أي عدد من values mode هو The most common value يعني أكتر value بتتكرر تمام تعالوا كده ناخد example نفتكر For example The mode of the set of values 7 3 4 1 7 9 7 and 4 is تعالوا كده نشوف اكتر نمبر اتكرر عندي هنا 7 وهنا 7 وهنا 7 اتكررت 3 تايمز وعندي هنا في حاجه ثانيه اتكررت ال 4 وال 4 بس اتكررت only 2 تايمز يبقى كده المود هو 7 لان هو كده اكتر فاليو عندي اتكررت يبقى في السبيس هنكتب 7 امال ايه بقى الجديد عندنا السنه دي؟ الجديد عندنا السنه دي كده زي المين كان المين عندنا السنه دي الحاجه الجديده ان انا اجيب المين من frequency تيبل برضو الجديد عندنا السنه دي في المود ازاي نجيب المود from a frequency table ودلوقتي زي ما انتم شايفين هنتكلم عن فايندنج المود اوف داتا فروم ذا frequency تيبل وهنبدا باكزامبل ذا فولوينج تيبل شوز ذا frequency ديستريبيوشن فور ذا سكورز اوف 40 ستودنتس ان ان examination يعني التيبل ده بيتكلم عن السكورز او الماركس اوف 40 ستودنتس في اكزامينيشن وطبعا خلاص احنا عرفنا التيبلز دي بيبقى معناها ايه؟ طب تعالوا نفتكر برضو للناس اللي ناسيه التيبل ده هو كده قدامي كده لو بصيت على السيتس يبقى فروم 2 لليس ذان 6 عدد الستودنتس كان 3 اللي جابوا سكور او اللي جابوا ماركس من 2 لليس ذان 6 وبرده النمبر اوف ستودنتس اللي جابوا سكور فروم 6 تو ليس ذان 10 ايكوالز 5 اند سو اون It required to find the mode of this distribution graphically هو قال لي ايه زي ما انتم شايفين جرافيكالي طب برضو لو ما كانش قال لي جرافيكالي انا عندي الطريقه بتاعه السنه دي اللي بجيب بيها المود من الفريكوينسي تيبل ده لازم اعمل جراف وتعالوا بقى نشوف الجراف ده بنعمله ازاي ده كده التيبل اللي كان معانا في الاكزامبل بنجيب المود جرافيكالي من حاجه شباب اسمها هيستوجرام Okay يبقى you can find the mode of this distribution graphically using the histogram as in the opposite figure. تعالوا بقى نشوف الهيستوجرام ده بنعمله ازاي وازاي بعد كده بنجيب منه المود. لو بصينا كده على الجراف اللي قدامي ده انا عندي برضو هنا تو اكسيز الاكسس ده بتاع السيتس والاكسس ده بتاع الفريكوانسي تمام طيب بعد كده انا بعمل الجراف ده ازاي؟ بعمل تو اكسس زي ما احنا شايفين ده كده السيتس اكسس اللي هو الهوريزونتال اكسس وده كده الفيرتيكال اكسس وبكتب عليه الفريكوانسي والسيتس بنعملها زي ما هي اللي هي 2 6 10 14 اند سو اون تمام الفريكوانسي بقى زي ما قلنا قبل كده بشوف اكبر نمبر هنا في الفريكوانسي زي ما احنا شايفين اكبر نمبر هنا في الفريكوينسي 10 يبقى انا كده according to the number of lines اللي عندي ممكن اقسم الفريكوينسي 0 1 2 3 4 until 10 تمام كده طيب بعد كده اول حاجه عندي في السيتس 2 والفريكوينسي بتاعها كام 3 فباجي كده من عند ال 2 وبطلع كده فيرتيكالي لغايه 3 وبعد كده برسم هوريزونتال لاين سيجمنت لغايه هنا لغايه النمبر اللي بعد ال 2 اللي هو 6 طيب بعد كده عندي 6 و 5 باجي هنا عند ال 6 وبطلع كده فيرتيكال لاين لغايه ال 5 وبروح راسم هوريزونتال لاين واقف عند النمبر اللي بعد ال 6 اللي هو 10 وبكمل بنفس الطريقه هاجي هنا عند عندي 10 و 8 يبقى هاجي هنا عند ال 10 وهطلع بفيرتيكال لاين كل ده طبعا بالرولر لغايه ال 8 وبعد كده بروح راسم هوريزونتال لاين وبقف عند النمبر اللي بعد ال 10 اللي هو 14 تمام كده؟ طيب بعد كده عندي 14 و10 هاجي عند ال 14 واطلع لغايه ال 10 واعمل هوريزونتال لاين سيجمنت واقف هنا كده بعد كده عندي 18 و7 هاجي عند ال 18 واطلع لغايه ال 7 بس واروح عامل هوريزونتال لاين سيجمنت بالشكل ده بعد كده عندي ايه 22 و5 هاجي عند ال 22 واطلع لغايه ال 5 وبعد كده اعمل هوريزونتال لاين سيجمنت واقف هنا بعد كده عندي 26 و 2 هاجي عند ال 26 واطلع لغايه ال 2 واعمل هوريزونتال لاين سيجمنت وانزل بقى عند ال 30 لان دي كده اخر حاجه طيب بعد كده هعمل ايه عايز اجيب بقى المود بحدده ازاي ببص على اعلى بار او اعلى كولوم قدامي ده اعلى بار اهو شايفينه اللي هو ده اللي هو في الميدل ده وباجي عند البوينت دي وعند البوينت دي وبوصل بالبار اللي قبليه والبار اللي بعديه، زي ما احنا شايفين البوينت دي هوصلها بالبار اللي قبلها اللي هو ده، والبوينت دي هوصلها بالبار اللي بعدها اللي هو ده، وعند الانترسيكشن بوينت بنزل فيرتيكال لاين، هو ده اللي بيحدد لي المود، تمام؟ لو نزلت كده في فيرتيكال لاين هنلاقي كده ان المود ابروكسيميتلي ايكوال 15.8، ليه؟ لان دي ال 14 ودي ال 18. يبقى النمبر اللي في الميدل هنا ده كان ال 16 اللي هو بين ال 14 وال 18 في الميدل، يبقى كده انا نزلت قبل ال 16 يبقى انا كده ابروكسيميتلي عند ال 15.8. يبقى يو كان فايند the mode of this distribution by using الهيستو ومن الجراف وديديوس ذات ان المود ايكوالز 15.8. يبقى كده يا جماعه الجديد عندي السنه دي في المود ان انا هيكون عندي frequency table زي اللي قدامنا ده وبجيب منه المود ازاي ان انا برسم هيستوجرام بالشكل اللي احنا شفناه ده وعشان احدد المود حددناه بالطريقه اللي احنا شفناها مع بعض وده كده كان الحاجه الجديده معانا في المود remember ذات برضه ليه بنبدا بremember ذات لان الميديان برضه خدناه في فيرست بريب احنا بس هنراجع الحاجات اللي خدناها في فيرست بريب وهنشوف ايه الجديد معانا السنه دي في الميديان The median is the middle value in a set of values after arranging it ascendingly or descendingly يعني أنا دلوقتي بيكون عندي set of values بعمل لهم arrange الarrange دوت يا إما يكون ascending order أو descending order وبعد كده بحدد الفاليو اللي في الميدل تعالوا كده ناخد example علشان نفتكر كنا بنعمل إيه number 1 find the median of the values 5, 11, 7, 14, 10 number 2 find the median of the values 2, 6, 1, 4, 8, 10 احنا قلنا عشان نجيب الميديان بعمل الرينج للفاليوز اسيندنج اوردر او ديسيندنج اوردر وبعد كده بحدد الفاليو اللي في الميدل طب يلا كده اول حاجه نمبر 1 هعمل اسيندنج اوردر يلا الاسيندنج اوردر هيبقى عندي اصغر فاليو 5 بعد كده 7 بعد كده 10 بعد كده 11 واخر حاجه عندي 14 طبعا واضح جدا بعد ما عملنا الرينج ان الفاليو اللي في الميدل هي 10 طب لو مش قادرين نحددها بعينينا بنكنسل نمبر من الاول مع نمبر من الاخر نمبر من الاول مع نمبر من الاخر يبقى ا في الميدل 10 يبقى كده الميديان ايكوالز 10 نمبر 2 هعمل نفس الكلام اول حاجه هعمل اسيندنج اوردر 1 2 4 6 8 10 مين الفاليو اللي في الميدل مش قادرين نحددها بعينينا هنكنسل واحد من الاول مع واحد من الاخر واحد من الاول مع واحد من الاخر ما ينفعش بقى نكنسل دول لان انا كده هيبقى كنسلت كل النمبرز امال بجيب بقى الميديان ازاي لو عندي تو نمبرز كده في الميدل بكل بساطه بجيب الميديان ان انا بعمل لهم بلس بعض اوفر 2 يبقى الميديان ايكوالز 4 بلس 6 اوفر 2 ايكوالز 5 وده كده الكلام اللي احنا عارفينه من فيرست بريب ايه الجديد بقى عندنا السنه دي هاو تو فايند الميديان of a frequency distribution with sets يعني هيكون عندي frequency table with sets وبنجيب الميديان من التيبل وهنشوف الكلام ده ازاي من الاكزامبل اللي معانا The following table shows the frequency distribution of the scores of 60 students in an exam. وده التيبل اللي عندنا. طبعا احنا خلاص عرفنا التيبل ده بيبقى فكرته ايه؟ يلا كده نفكر الناس اللي مش فاكره. From 2 to less than 6 يبقى number of students 6. From 6 to less than 10 number of students 9 and so on. And required find the median of the distribution using the ascending cumulative frequency curve يعني انا هرسم ascending cumulative frequency curve وبعد كده بحدد منه الميديان هنشوف الكلام ده بنعمله ازاي اول حاجه ده التيبل اللي معانا في البروبلم طبعا عشان ارسم الascending cumulative frequency curve لازم الاول ارسم ascending cumulative frequency table لان من التيبل ده بعمل الكيرف يبقى دي كده ستيب نمبر 1 draw an ascending cumulative frequency table. طيب بنرسمه ازاي؟ لو نفتكر كده من الليسون اللي فات كنا بنعمل تو كولومز في الكولوم الاولاني كنا بنكتب الابر ليميتس اوف سيتس وفي الكولوم الثاني كنا بنكتب الاسيندنج cumulative frequency او ممكن نكتب frequency بس وكنا بنبدا كده في الابر ليميتس اوف سيتس كنا بنبدا اول حاجه انا عندي هنا في الستس 2 فكنا بنبدا بليس ذان 2 وبعد كده بنشوف النمبرز أو السكورز اللي, اللي أقل من 2، اللي أقل من 2 مفيش، لأن السكورز بتبدأ من 2 يبقى عددهم 0. طب اللي less 6، يلا اللي 6 هيبقى عددهم 6. اللي less 10 يبقى 9 plus 6 أو 6 plus 9 ما تفرقش هيبقوا 15. طب اللي less 14 يبقى 12 plus 9 plus 6 ات ويل بي 27. اللي بعده هيبقى لزن 18 يبقى 15 plus 12 plus 9 plus 6 it will be 42 اللي بعده اللي لزن 22 it will be 10 plus 15 plus 12 plus 9 plus 6 it will be 52 اللي بعده هيبقى لزن 26 اللي هو 5 plus 10 plus 15 plus 12 plus 9 plus 6 it will be 57 وآخر حاجة انا عندي هنا الديفرنس بين السيتس 4 يبقى لو انا حبيت ازود 4 بعد ال 26 هيبقى 30 في اخر حاجه هقول ليس ذان 30 وطبعا اللي ليس ذان 30 هو التوتال كله اللي هو 60 ده كده الاسندنج كيوميوليتيف فريكونسي تيبل من التيبل ده بقى بنعمل الكيرف تعالوا كده نشوف بقى ستيب نمبر 2 او الستيب اللي بعد دي ده التيبل اللي احنا عملناه من التيبل اللي معانا هنبدا نرسم الاسندنج كيوميوليتيف فريكونسي كيرف كنا بنعمله ازاي والكلام ده طبعا خدناه في ليسون 2 ازاي نرسم الاسندنج كيرف والديسندنج كيرف بنعمل تو اكسيس بالشكل ده هنا السيتس وهنا الفريكونسي والسيتس قلنا بنكتبها زي ما هي السيتس اللي عندي 2 6 10 اند سو اون والفريكونسي بشوف اكبر نمبر عندي هنا 60 وببدا اقسم الاكسس بتاع الفريكوينسي 0 10 20 اند سو اون وبنبدا نرسم الكيرف بتاعنا هيبقى بالشكل ده كنا بنعمله ازاي اول حاجه عندي 2 و0 باجي عند 2 0 وبعمل بوينت بعد كده عندي 6 و6 باجي عند ال6 واطلع لغايه ال6 واحط بوينت عندي بعد كده 10 و15 باجي عند ال10 وبطلع لغايه ال15 واحط بوينت اند سو so اون وبعد كده بعمل جويننج للبوينتس دي باي يوزنج بنسل اند وذا رولر عشان يطلع لي شكل الكيرف الكلام ده كله عارفينه من ليسن 2 طيب بنجيب بقى الميديان ازاي ده الجديد عندنا في اللسن ده اول حاجه بجيب حاجه اسمها الاوردر اوف الميديان طب الاوردر اوف الميديان بجيبه ازاي من الرول اللي قدامي دي التوتال اوفر 2 انا عندي هنا التوتال بكام التوتال ب 60 يبقى 60 اوفر 2 ايكوال 30 بعد كده بعمل ايه بروح على الاكسس بتاع الفريكوينسي وباجي عند ال 30 هنا وبعمل لاين سيجمنت بالشكل ده واحط عليها ارو يعني انا بمشي كده وبوصل لغايه الكيرف انا لما وصلت لغايه الكيرف وصلت هنا من البوينت دي بنزل على الستس اكسس علشان احدد الميديان طبعا انا كده نزلت عند الكام تعالوا نشوف دي ال14 ودي ال18 يبقى اللي في الميدل هنا ال16 انا قبل ال16 ممكن نكتبها 15 ممكن نكتبها 14.5 14.8. الكلام ده كله يتحسب صح ما أي مشكلة. يبقى we get the median from the graph. وfrom the graph the median approximately equal 14.8 marks. Another example. The following table shows the frequency distribution of 50 workers' wages in a factory. With that table اللي معنا، grab the descending cumulative frequency curve. Then find the median. يعني في ال ده هجيب الميدان من ال descending curve. نفس الكلام اللي قلناه في الاكزامبل اللي فات عشان ارسم الديسيندنج كيوميوليتيف فريكوينسي كيرف لازم الاول اعمل الديسيندنج كيوميوليتيف فريكوينسي تيبل ده كده التيبل اللي معانا في الاكزامبل كنا بنعمل بقى الديسيندنج تيبل ازاي كنت بعمل تيبل هاز تو كولومز في الفيرست كولوم كنا بنكتب اللور باوندرز اوف سيتس وفي السكند كولوم كنا بنكتب ال descending cumulative frequency او ممكن نكتب frequency على طول طيب بس نخلي بالنا هنا انا عندي هنا ايه lower boundaries of sets عشان كده كنا هنبدا بنقول ايه انا عندي هنا اول set 300 فببدا الكولوم بتاعي دوت ب 300 اند مور طيب اللي 300 اند مور كل ده يعني التوتال ده كله الويجز بتاعتهم 300 اند مور لان زي ما احنا شايفين كده الويجز بتبدا من كام من 300 عشان كده هنا هكتب 50 تحت الفريكوينسي طيب بعد كده هيبقى 400 and more طب اجيبهم ازاي اللي بياخدوا ويدجز 400 and more هعمل 12 بلس 18 بلس 7 بلس 5 اوعى إيوه تعمل بلس 50 لان ده التوتال هنعمل تاني 12 بلس 18 بلس 7 بلس 5 ات ويل بي 42 بعد كده هيبقى عندي 500 اند مور طب اللي الويدجز بتاعتهم 500 اند مور يبقى 18 بلس 7 بلس 5 ات ويل بي 30 اللي بعده هيكون 600 and more it will be 7 plus 5 equals 12 بعد كده 700 and more it will be 5 اخر حاجة 800 and more وطبعا هيكون 0 لان الويجز بتاعتي زي ما احنا شايفين اخر ست معانا كانت 700 ده كده ال descending cumulative frequency table بعد كده هنرسم ال descending cumulative frequency curve بالشكل اللي احنا شايفينه دوت وعارفينه من lesson 2 طب تعالى نراجع كده نفتكر بيترسم ازاي بعد ما رسمنا السيتس اكسس والفريكوينسي اكسس ببدا احدد البوينتس على الجراف اول بوينت 350 يبقى دي 300 وهطلع لغايه ال50 واحط بوينت بعد كده 442 يبقى هطلع من ال400 لغايه ال42 بعد كده 530 هاجي عند ال500 واطلع لغايه ال30 اند سو اون بحدد بقيه البوينتس وبعمل جويننج بينهم بايوزنج بنسل ووداوت رولر قلنا عشان يطلع لي شكل الكيرف بطلع بقى الميديان ازاي زي ما عملنا في الاكزامبل اللي فات اول حاجه بجيب الاوردر اوف الميديان والاوردر اوف الميديان ده قلنا بنجيبه ازاي التوتال اوفر 2 يعني 50 اوفر 2 ايكوالز 25 وبروح على الفريكوينسي اكسس ده باجي عند 25 طب ال25 فين بين ال20 وال30 في الميدل يبقى دي كده ال25 وبرسم لاين او ارو لغايه الكيرف بالشكل ده وعند الانترسكشن بوينت مع الكيرف بعمل فيرتيكال لاين بالشكل ده ويبقى ده كده البوزيشن اوف الميديان طب عايز احدده هنا ال 500 وهنا ال 600 يبقى هنا ال 550 وانا كده نزلت قبل ال 550 في الميدل يبقى ممكن نكتب الميديان 520 530 525 اللي بيكتب اي حاجه من الانسرز دي بتتحسب صح احنا هنا هنقول ان الميديان ابروكسيميتلي ايكوال 520 Pounds By this example, we have come to the end of this lesson. Thank you, and see you in the next one. فهمت الدرس؟ وقت التطبيق مع تدريبات واختبارات نافس. حمل الآن.